لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله.